بالك المشهد اللي فات انه المنتظرين بيروحوا يمارسوا عنف وازاي البوليس يواجه العنف، وخد بالك كمان من عنف اشد جاي اهو، ادي المنتظرين بمنتهى العنف منين يضربوا، وشوف بقى التشكيلات ازاي قدره على الحفاظ على التشكيل، ازاي صد الضرب. لا بتكلم حتى على منتظرين مشاغبين مش جايين يحاصروا مجلس الشورى ويقعدوا قدامه. خد بالك وتامل التنظيم، توزيع المهام، الانضباط، واللي قايم بدور المتظاهرين ده بيشتغل بعنف بجد. وشوف خد بقى شوف الصفوف اللي جايه ورا دي ازاي بتخترق، شوف بيتلف ازاي فيحيط المجموعه العنيفه اللي بتواجه ويعمل دايره حواليها فيكسر عدد المتظاهرين، وفي نفس الوقت يحصر العنف ويعمل حاجز امامي لهم كمان. ايه ده؟ شوف دي كمان. طيب شوف هو بيجري وبيندفع ورا المنتظرين وبعدين يقف، مش يجري وراه ويمشي ورا الواد ويخش عليه الحاره ومش عارف ايه، والواد يعدي يخش في يقعد يضرب فيه زي ما بنشوف دلوقتي. انت تجري هو يجري تقوم واقف انت. طيب شوف اللي جايه دي بقى، اللي جايه دي فيها نار، فيها ايه يا حبيبي؟ فيها مولوتوف، دي قنابل بقى ومولوتوف وحاجات او زي المولوتوف يعني، وبتترمي على الشرطه. شوف بقى الشرطه هتتصرف ازاي، المولوتوف بيترمي وسطها، شوف الشرطه بتتصرف ازاي. وخد بالك اللبس الجديد بتاع ابن المركزي ده محمي، ها ايه رايكم؟ النار في قلب الشرطه. بتعمل ايه الشرطه؟ تطلع قوات، تطلع يطفي يواجه، واقف مكانه ما راحش يدافع هو ناحيه المنتظرين، ينزل فيهم يلا يرموا مولوتوف يلا يا ولاد البتاع ولاد الهرمه دي بديب ايه ده؟ لا مفيش مند، مفيش اتخنقنا مفيش. طيب شوف للدفاع مره اخرى وهو بيرجعه ورا وبعدين يقف، مش غرضه انه يدهس العيال ولا يضربهم لا. طيب عايزين نشوف كمان لان في شايف التشكيل، شايف ازاي بيعدي صف زمايله ويطلع صف تاني. طيب بقى ايه ده؟ ماسكين مش عارف ده بيسموه ايه، ده انبوب البوتاجاز، دي حاجه رهيبه، قنابل. شوف يجري يروح يحجز ويلتف حوالين الانبوبه، ثلاثة اربعه يطفوها وينقلوها والتاني بيمنع. ايه ده؟ ايه ده؟